كانت الجلسة حافلة يعني بحضور نخب علمية من مختلف أنحاء العالم، وكانت المشاركة طيبة جدا من ناحية الإثراء المعرفي والإثراء المناقشات، وحتى أن الكثير يعني كانوا يتمنون أنهم يطولوا المدة أكثر من ذلك. إن شاء الله نتمنى أن احنا هذا المعرفة اللي أول مشاركة العلمية التي صارت في خلال هذا اليوم أنها يستفاد منها من ناحية توصيات، وأنها بإذن الله إن شاء الله أتأمل في المستقبل أنها تكون يستفاد منها في بناء قنوات علمية تواصل مع المربين كذلك. ونتمنى التوفيق إن شاء الله لنادي الإبل والمنظمة في مثل هذه، لأن فعلا نجاح كبير الذي حققوه في هذه المناسبة في هذا المؤتمر.